أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثمانية من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كنت سمحتي غادي درسني عدان نمسليد في أساليب المشركين في مواجهة الرسالة وصاحب الرسالة. درس اليوم إن شاء الله تعالى، وختمناه درس اللي فاتني غاوند هذا الأذى المحنقي قعدان في الصحابة، طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة، حوج ثورة إلى طريقة نظن يجتمعون في مكان معين باش نخدم النبي عليه الصلاة والسلام تكوين خاص، إعداد خاص. اختار دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه الخامس، أثنى يقرب، طبعا يقرب الكعبة الشريفة، ذينا جانين الصفا، ذينا تسمليلين النبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة. طبعا وقف هذا الأمر حصل في السنة الخامسة من البعثة النبوية، سقوات ميس خمسة سقوات مي تبعث النبي عليه الصلاة والسلام يتسمي لك الصحابة ذينا، ما هي المقاصد؟ طبعا يروى أن الأرقم ابن أبي الأرقم والشعر يعني حاجة ثم قرآن تخدم ذي الدين إفكاد خالص إفكاد السنية، وأقوى الروايات اللي اسمه ذي إفكاد يسعى 17 سنة معناه جام الزين إفكاد خامس في سبيل الله تنجمع عندك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة. خلد اسمه 15 قرن هي كلمة نيار الدونيث ضربي سبحانه قد ساكن ضربي. لذلك الإنسان يعمل لله وسيجار رب سبحانه عز وجل، هذا ما كان أسيجار رب سبحانه أكلت للنية رب سبحانه يتخليدا إمذانا وذي قيم سوزل السلقدريس يتساوي الأجر كلما ذكره الذاكرون الدين الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. إفكاد خميس في سبيل الله، إفكاد خميس في سبيل الله. لذلك هذا نقطة ثانية، الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا، ولا قرد يحقر المعروف، لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نغبي شقي تمرة، يعني كل يوم أريخ ذمن يوذ من ربي وسقر ثقي شوية غطاس، رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. خدم الخدمة سنية يجهدني ربي سبحانه، رب سيفك القيمة سيفك نزال. هذا الأرقم ابن أبي الأرقم خلد مع الخالدين إفكاد خميس النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل الصحابة أذمن الظل كيف كيف أثني صحفظ القرآن كيف كيف، القرآن كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات التي تتنزل تتلع عليهم ويحفظونه ويحفظونها تلك الآيات. هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته، في سورة الحج الآية الثانية يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتنجمع كل الصحابة ذي بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، الله يبارك فيه، قال نسعى الجوامع نسعى للصال نسعى كل شيء لا لمويان حصرة كليماتيزي كل شيء لا الخير الربح، ولكن أمشي لن ذي الزمن ني. إذن يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم، يتلو عليهم الآيات آيات القرآن ويحفظونها لأن القرآن كما تعرفون نزل شوية يحفظ هذه الآيات ويمتن الأخوة بينهم، يعني يتكاسفوا ذي ثاكمات جرسا باش تفهم ثلا حاجة يسمس الأخوة في الدين، ماشي الأخوة كذاما ذي النسب ثاقي سوى زاليس ثلا ثاكمات النظام ذي الدين. إنما المؤمنون إخوة، ثاقي ذا مقصد من مقاصد اللقاء، وكذلك تمتين أواصر الصحبة الصاحب ذي الإسلام يسعى غزال يسعى القيمة صاحبي مدين صاحبي الصاحب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقالك يمدوك ليس اسمي سن الصحابة، ولكن الصحبة اللي ثبنا في الصح ثبنا في الإيمان، ما كان لله دام واتصل،
تبنى في ثيثس، تبنى في الصح، تبنى في الأخوة، تبنى في الإيثار، تبنى يوكا في التعاون في كذا كيسي دي فالور يكتاك نفوذ إيثاك ماس باش تدوم باش تجهد هكا شفوذ كانوا قاد يشفان دي الثورة يبقوا اللي توسنا كي زي الخوا 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 ذي زماني بعد تروح نتوحش ثورة سجلاني مغار ما يحكوا فينا زيه يتمتع يزهوليس ثورة سجلاني يدهي يعيا أشو قد ساكن السر يثو ذرف أشو قد ساكن السر يثو ذرف النار ماشي لي كاميون التراكتور الكارلاج لافايونس لاف المار براك الشوالي حسره في كذا كي الهانت الدرنوت سفلا سفلا درنوت مما إلا في كذا كي الهانت كثرنت ولكن أين نظن يروح الإيمان اللي يتصرف قالني ثاك ما سني لي فالورني القيم القيم روح أنت كذا كي شو يقول بعد قلقها يتعي شي بنادم يتصرجوا من مارد جدو يتعي والسلام عليكم ولكن هذه تصنع لا نيأس تصنع وهي موجودة والحمد لله تتحقق لأن الإسلام هو هو ما تغير ما والو لذلك جماعة الخير النبي عليه الصلاة والسلام يفغادي الزود السن ثم ستجي أواصر الصحبة يعني أيضا والأخوة وكذلك من مقاصد اللقاءات الاجتماعات في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم أثني دي تسهجي إيوين إثني سراجون إيوين إثني سراجون الحيف ذا القرآن لا ذا إثني سراجون أمشارا فذنا غفل الدعوة باللي انتم دعات فنوي أين إثحفظم إلا قد السوظم السوظم إيويا إثوى شلتنوان ذي الجيران نوان مدوكان إلى آخره وقيهم ماشي ذن في عليه الصلاة والسلام وحدث لذلك ساقي نكود نقرأ كان الشيخ الجامعة السيوظن أكل ما لله كليون استزمرثي استمسنيي سندات الليل ذي الجنازة ذي ثمغرة ذي الكار ذي فورغون ذي السوق ذي إلى آخره باش الدعوة تنتشر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدهم هذا الإعداد وكذلك يبصرهم بالتبعات التبعات التي ستواجههم التي يتحملونها والتحديات التي سيواجهونها في المستقبل معنى أثني تهجي إثني سراجون صفل وجدا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا الإعداد يحتاج إلى متابعة مستمرة يحتاج إلى رعاية مستدامة هكذا بشذين وجدنت لهذا الأمر وطبعا قد يقول قائل كوني ثرامك يعني ذي الزمان قلنا طبعا الإعداد دائما مطلوب دائما مطلوب لماذا؟ لأن ثرام المزينة تفغن هذه يفغى الخارج ثورة كل شيء بلا ما يفغى الخارج سنة انترنت كان نغلا يزمر أصدف كنين بولة ثوين في غير فريد الشبهات اللي انت سيقت سيم قرانين الضلالات اللي سيم قرانين الانحرافات أطاس أما ذي العقيدة أما ذي الفكر أما ذي السلوك صفي يا رب استر لا ينزم لدنيني يا رب استر نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة الأمر ليس ببسيط جماعة الخير والله ما هو بسيط لذلك هذا الإعداد وهذا مطلوب دائما 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 ألما ننسلك بخير لعبد ميكم السلام عليكم الإمام أحمد بن حنبل نسمة الراحة يا إمام إنس عند أول قدم نضعها في الجنة إفريس نسيت من ميض الراحة إمام من ما نرتاح إن اسمه ليش مجدف يعني مدام دي الدنيث الجهاد مستمر جهاد النفس وجهاد هكذا ألم إن شاء الله يصلك ربي بخير وعلى خير المهم اشتد الأذى وجاء إذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إن يسأت هاجرا إلى الحبشة الحبشة لنصح هذه الروح سيسن أذكر بعض الأسماء وهذا الذكر يعني مقصود عثمان بن عفان من أشرف القوم رقية يعني يلسن في صلى الله عليه وسلم بنت محمد صلى الله عليه وسلم تم طوثيس عبد الرحمن بن عوف أيضا أشرف القوم الزبير بن عوام استثروا كذا كيف وسنخدم من دعوة هذا مزوالو أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق يشوه ذكي لا ما هم رسول الله يخدم الدعوة
يبود خمسة يقيم المبشرين بالجنة، طبعا هداية الله عز وجل، ولكن سوضصا بالاختيار الموفق زبير بن العوام، مصعب بن عمير، عثمان بن مضعون، أبو سلمة زوجته أم سلمة إلى آخره. ولكن السلمة لبلال السلمة لكو قادني وكي مغفان لكو نظم رحلة تكيضا مقصودة من كل حاجة يخدم من قصة أولي السلمة كانت مقصودة مقصودة خطر يغر وقيد الإعداد إلى أشرف القوم كي خطر ما زاد الهجرة النظم. سأعلق على هذا في الجلسة اليوم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إجمع الصحابة يقين إساس هاجر أصرح من دا أصرح وين يفوذ لنا روح هذه قصة العين صران دا لأنه من صمضم أن دا يروح أن دا روح من الصحابة يقين إن يسن أصرح من الحبشة أصرح من الحبشة إن يس لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. إني ستروحم أتهاجرم أرث مورث الحبشة إني سيحكم سيون السلطان يون الملك لا يظلم عنده أحد. ذكي يكمل بعد ناس وهي أرض صدق وهي أرض صدق حتى يجعل الله تعالى لكم فرجا مما أنتم فيه. نقف وقفة في نقطة تاع الظلم فقط أو المخالف العدل، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. والسينار ذا حقاني خطر وقال لك جرفن الباطل جرفن الظلم ذي مكة من قريش إنيس أطرح مسام كانان دا وستثمار ثرزي من الباطل خطر الباطل وين كيثي جرفن يضرب لي رزاي مر الزاي. لذلك ربي ذي القرآن اقتضى حكمته باش أولا قالوا أدين زلم ذي القرآن الكريم وهم لا يظلمون سبحان الله. أولا قالوا أدين زلم في المصحف الشريف تذاقي في المصحف الشريف آخر آية والموجودة في سورة البقرة في الآية 281 ربي الناد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خطر الظلم يوعر مليح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يناد الظلم ظلمات يوم القيامة ويناد اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. أقوذ الدعاء بنيته ظلما خطر الدعاء ينس مستجاب وليش الحجاب يرد دعاء المظلوم كذا ذا النبي أكذا ربي سبحانه عز وجل الدعاء مستجاب إلى آخر الأحاديث كثيرة في هذا الباب. العدل للسبة سيل الحضارات فد أتجوجي يد في كتفات وميل الفطل أصرح الحضارني بقى على خير جهود تنسف نصفا ظلم. لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسمي سدكت بن طافرات يعني في قدوك الحول فيهن الوالي من الولاتينس الرئيسي وسن طافرات يخناون أن سكتب أسماس اشتبار ثبار أنت مقرانين أسماس لم شطوح إن السلام عليك لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت فسوى السلام يكفى أول قرزي مالك نغى يلا ومشاهد كثيرة جدا نذكرها ونقرأها في تاريخنا المشرق نساء التاريخ الزدي الصفاء سفاف الله يبارك ما شاء الله دويني قلقى أثنغر وثنطبق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن يسن الصحابة فإن بها ملكا رحث الحبشة أنت فميون الملك يوسن تموثي حكمت الملك لا يظلم عنده أحد. والصحب الكرام ناس مدام ذنفيغ دينان صافي سير صلى الله عليه وسلم ماشي بيبري سير وهي أرض صدق حتى يجعل الله تعالى لكم فرجا مما أنتم فيه.
من المهاجرين اللي غندوا قال المهاجرين. المهم وقيمنا رطس بعد اشهر قليله رجعوا وغالند، ولكن اشتد الاذى على المسلمين. ثقي اول هجره في الاسلام، الهجره الاولى تزاد الهجره الثانيه الى الحبشه. دائما اشار النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه بالهجره مره ثانيه الى الحبشه. شيء هجرا كما اكدت كتب السير إن 83 قرقازم أكو 18 تلاوين المجموعة، 83 فيرقازم 18 تلاوين، وكذا مرة هجرا إلى الحبشة. بعد قريش تحرك، الخارجية القريشية تحرك، أو الناس شي مخلقة كي صافي راه هذا وين تحالفات هذا الصوت الإسلاميين إلى الحبشة الحبشة. الناس نشجع وقدري قنعا ملك الحبشة، ولو كان سرشاوي فكان رشاوي وسما ناس هدايا، لكن رشاوي الحقيقة فكان رشاوي باش قنعا ملك الحبشة باش اثني دير الريثني دو كذا كي نروح مرورون ديرني ثني جان ديننا دين الاباء والاجداد باش تخسر اي قشعي ثنيت ري ثنيت. ميشكعن اختار يعني كرا لي بورت بارول الله الله كيما عمر بن العاص طبعا دين قبل الاسلام وشاطر يسعى الدهاء ذا حدث بوال يحرش يفهم ذا عبد الله بن ابي ربيعه كيف كيف، ولكن الناطق الرسمي رقم واحد هو عمر بن العاص. وكانت الهدايا وكذا وكذا، الغرض هو طرد المسلمين وإرجاعهم مرة أخرى إلى مكة المكرمة. ولكن نجاشي هضر ناس لم يتعجل، إن أساس نفكا ثم الزغط السنسلة السنسلة خطر تشورنا سوليس خدمنا سلافاجس قرن وكذا كذا 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 ثم شوية سمقرت غير توضي الموضوع كي. المهم انت لم يتعجل في فار العقال تساوي إن أساس نفكا السنسلة ملالا كونفرونتاسيون. أنا المتحدث باسم المسلمين لنا بورت بارول كين سلمان جعفر الطيار اللي هو جعفر بن ابي طالب ذا حداد بوال فصيح ذا حداد بوال ذنتسا يدين تقن هذه الدفع في الاسلام وكذا المسلمين. ولكن نجاشي شو سينا يعني الكلام متشابه، ولكن نشوف يعني الاقوى الروايات كنت دينير شو سنينا إلى اسماء هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم. شو الدين كي على جالي على جالس جام الدين القوم نون ولم تدخلوا به في ديني. شو ماذا المسيحيين يعني شو الدين جديد يعني ديو السمكة ولا في ديني أحد من هذه الملل. شو سيدنا جعفر رضي الله عنه إناس أيها الملك أيها الملك، وذا قال العلماء انك تخاطب الانسان بما عرف به ولا خاص نقصد ذي القدر. ذا شو سينا كنا قوما اهل جاهليه من الذي الجاهليه نعبد الاصنام انا عبد يزرع وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. نلا هكا نخدمك وين الشمثان الميغدي شجع ربي سبحانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يند رسولا منا ربي سبحانه يند هكذا يند رسول منكم منكم اي غدينا منكم ما السنمث السنمث ماشي ديون ديوسان من كوكب اخر اسين غير سي نورمال. نعرف كون الملائكه دي شكاع ربي سبحانه اسين سي نورمال الملائكه شكاع سيدي البشر، ولكن لا رسولا منهم من 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 الناس معنى يعرفون نسبه يعرفون صدقه يعرفون امانته يعرفون اخلاقه انسن سننت حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وصدقه ثيتسيس وامانته الامانه ينس وعفافه فدعانا الى الله. ان ارث ربي سبحانه فدعانا الى الله ماشي الى دنيا ماشي الى سياده ماشي الى لا فدعانا الى الله لنوحده ونعبده باش نوحد ربي سنتر لا شريك
وثنعبد ونخلع ما كنا نعبد انك سكين نعبد زيك نحن واباؤنا اي نعبد نكني اي نعبد مولى النظر افافات النظر من دونه من الحجاره والاوثان. طيب المهم انتهى الحوار، حوار شويه طويل انتهى الحوار. طبعا حاول عمرو بن العاص باش يدي في كوذ مويض يدي في الصوره ثايض ولكن لا الحق عليه النور، الحق عليه النور. المهم انتهى الحوار بفشل مكيده الكفار ورب سبحانه ظهر الحق الذي اقتنع به النجاشي. ونعود الى النجاشي في موقف من مواقف ايضا في المستقبل حتى عند وفاته سنعود اليه ان شاء الله تعالى. اذا الفرار كان فرار بالعقيده، ماهوش فرار في نقص في الرجوله او في الشجاعه، ولكن وهذه من حكمه الله عز وجل وتدريب ايضا على الهجره، خاطر ما زادت الهجره في القران من مكه الى المدينه. الهجرة من قرى تدس من مكة إلى المدينة ذني هجر منك، أليس كذلك؟ لذلك هذه كلها فيها معاني لطيفة. ولكن دقي نختم هذا الدرس بقصة إسلام باختصار أيضا ما نطولش فيها، قصة إسلام بعض الصحابة. نبدأ بحمزة بن عبد المطلب. أول حمزة هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم دعميس، وهو أخوه من الرضاعة، ذي ماسيث الله يعني أخوه من الرضاعة، ويلقب بسيد الشهداء. سيد الشهداء يونواس ابو جهل طبعا دائما يصدر النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه الى اخره، ذي الصفا في جبل الصفا اذاه اذى شديدا شتمه لعنه، يعني يخدم ليس كلش، نال منه نيلا كبيرا. لذلك حمزه ميديوغال من الصيد يعني حاذق أخبر خبرتنا سثن محمد صلى الله عليه وسلم يعد فلس الباطل إلى آخره آخره، وبعدين يروح لأبو جهل يعني يثيث. طبعا تفكروا كامل فيلم الرسالة يعني حمزة مسين ردها علي إن استطعت أكا. فنسى القول مسينا إنس فرد علي ذلك إن استطعت، يعني في ثنية. المهم إنياس إنياس كيف تشتمها؟ أم كتشتمض وأنا على دينه؟ أم كتسبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على دينه؟ أقول ما يقول إلى آخره. أي لدين يخفيد يوحد أوحد أقلي على دين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ضرب أبا جهل ولم يستطع أن يرده طبعا، ولكن سبحان الله ظرى المحناقي ثغال السبب إلى الخير. لذلك ربي سبحانه يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكان فعلا هذا خير للإسلام، إسلام حمزة بن عبد المطلب. سبحان الله بعد ثلاث أيام أسلم عمر بن الخطاب. ثلاث أيام غير قصة ثلاث أيام غير إسلام حمزة أكل عمر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الوقت النيق، اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك. وفي رواية اللهم اهدي أحد العمرين. يعني في رواية ثانية اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني تعدد الروايات، اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك. أنوى أمر بن هشام اللي هو أبو جهل يسعى طبعا في غادي نيض يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يخلكم في الجاهلية يخلكم في الإسلام تصديون يسعى القيم يسعى في الركزة يسعى الشدة يسعى في جاهلية ما لا يغذي السلم يحتفظ سوين الهان اثي جرغور سين ندير اثي كس والاسلام اثي قرز اثي ردريسي هكا صفا دفاع ما شاء الله خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام. لذلك الاسلام لم يقضي على جميع جاء مجددا وجاء مبددا، بدد المفاسد والرذائل وجدد الفضائل افكاس تفوذ. والجاهليه ماشي كلها شر الا وين يسعى بين الهان، مثلا الكرم مثلا الرجله مثلا الكلمه افك دوال ذوال الى اخره، بزاف امور خصائص مهمه وهذه خصائص فطريه ربي سبحانه فاطر عليها الانسان كانسان. ما الا تسد البيئه نغل يزمر الترد منحرف، ولكن ربي سبحانه استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
وهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصة معروفة، اسمي جاء باش يعني يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين لوي السنان ثاني ولتما كتكشم الإسلام، من بعد يروح من بعد يوثي سنة ثلاثة وكذا الإسلام السوسي اسمها هذه نهمة ما يشوط هدر ما كي ملتماس تغليغ القاعة وكذا إلى آخره. وبعدين أعطوني هذه الصحيفة، في الصحيفة كيف ستقارم، وبعدين الناس شو ماشي وزدي ضارة إلى آخر حوار طويل، شو زدي ضارة، بعدين روح يغتسل، وبعدين يغراد طه ما أنزلنا عليك القرآن يتشقى. ورب سبحانه يهدى سيد عمر بن الخطاب، يهدى رب سبحانه، يروح مباشرة إلى الأرقم ابن أبي الأرقم، سخى مباشرة بعد رجز قديسا ماشي عادي يعني عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بشدته وغلظته وشجاعته مشكلة، ورثي قبل ورق قبل زمان ماجي يفقد ورس حمزة، سبحان الله العظيم، يعني مواقف غسل شحال كيف لسنت قرون، ولكن سبحان الله يعني كل يوم يختار صرب ورثي اختيار ورثي قبل عمر بن الخطاب. في تقابل بعض الضعفاء من الصحابة يفقد حمزة إناس انتو ما يساد غل خير غامر حبيس العسلام ما يساد سين ندير الناس كيف قبل سبحان الله، ولكن قدر ربي سبحانه باش هدي هذا ربي سبحانه هدا ربي سبحانه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته اني سيصدغ الخير وسير سيدنا غنم وشمد الاسلام والحمد لله. فاسلم عمر بن الخطاب بعد ثلاثة ايام من اسلام حمزه بن عبد المطلب. من بعد روى البخاري هذا الحديث مهم جدا عن عبد الله بن مسعود اشو سنة، إن ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، سبحان الله. رواية هاتين القصتين باختصار فقط باش نزر جملة من المعاني. المعنى الأول أن الله عز وجل ينصر الدين طبعا بقوته وبنصره وبالمؤمنين، كما قال القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. تجي رسالة نظرة مهمة، معنى ربي سبحانه قادر باش ينصر دينه، قادر ينصر دينه، ولكن بدليل كلما وردت كلمة النصر في القرآن إلا ونسبت إلى الله. غرق القرآن الكريم أدفض إذا جاء نصر الله والفتح، أكا نصر الله والفتح ضرب بذي تكن النصر، ولكن كني هل اتخذنا الأسباب؟ معنى الإنسان يتخذ الأسباب. لو كان رجعوا من في التاريخ من الثورة الجزائرية يحكي هذا الشيخ سلم ذيك الشيخ محمد صلاح الصديق ذي ونسي المشايخ يحفظ ربي إن شاء الله، إذا قلت فوذوش وقالت سلان سلاناس تيد نعود ذاك التاريخ يتفوذوش تسمين نجمع عندنا ليلة أول نوفمبر نسي حكاتيد حكاتيد في مجالس كثيرة وسلاح سوق مصوغي سجيميس مباشرة سمزوني أصبغت سلار غوري شهادة إنا كاتم سلايا يبني يد المجاهدين ظرف الجهاد في الثورة في كذا في كذا باش يزرع روح الجهاد في قلوب المجاهدين. إنا تسوالي غير حصرة أشو اللبسان سان أشو المكحلني أي أزيد تنقض راس تنقض تمثيلنا ولسعين تدريب ماشي فرنسي المراكز نتاع التدريب العسكري ولاش إنا كتمسلا الجهاد 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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إنا كتمسلا في الجهاد وآيات الجهاد وكذا إنا كدخلي وسقرا ذو كذا قال السفن فرنسا ولاش 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 التدريب الأول ينيك تسمسيات مسلي غير ميفكر واحد ساعتين نيك بوال نيك من بعد ايا ديبا اوفير ولا دي هضره وادي استقسيم نيك اللي ودينا قران سامي علي درجه من القران انا سامي يرضى في السدي استقسي ان ياس الشيخ ان ياس قبل الثوره باش نكشم الجنه في وعر لقت ظلي في لق رمضان لق العشور ويا ربي تسلك يعني ان ياس صافي ثوره الجنه تسهل صافي انا رومي أنا هكي من غير رومي ما ينغير هذا غانا مثل الشهداء ونروح الجنة. ثورة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الله يذكره بالخير إنك الآن
تغير جذري شجمون راديكال يتنفسيتيو إنا كني راس ربي ينصر مادام كي تفهم تفهم بلي ربي ينصران تفهم بلي شد مغل جنف أليس كذلك؟ صافي وين يسعان وقيوم يقرص وضوح الرؤية أساقي صحاب التنمية البشرية وديوك يصغار عني شوالا أكين الرؤية إلا قتلي لا فيزيون هكا قتلي واضحة المقاصد ذلين واضحة هي واضحة غرس تقال جنف يظلي ذي فقيت إنه كي غرثي معمرين بوسامي كم في قال الزيك في معمرين زيك سوفان تدعو لما على بالكم حول من سوفان أدعو لما من قرآن قرآن مليح مليح بدو مثل الشيخ مود الحافظ الشيخ رزق الشرفاوي أبو موسى عمران أبو الفضل سيدي أحمد ودريس فلان فلان يوذ العلماء جماعة الخير يوسق أين الإشكال الإشكال وقال زيك ناس غرف القرآن مش يسمى الجنة هذا ما كان قرأ القرآن مش صار يسمى الجنة وشو دمار القرآن وكذو ما عيشه وكذو غروم تصيق روحا صفي ثم سلتقي ذلك النظرة مهمة وخطيرة جدا لابد من إعادة النظر إذا أردني غاولا كي باش أديني قبلي نصر الله ذا ربي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخر الآيات كل الآيات إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين النصر نصر ولكن النصر لا يأتي إلا ببذل الأسباب بعد ما ديها كل الأسباب قيل لك أنت يخدم مسألة أخرى اللي عنده صدق النية وشروطه كلها أنت ربي يختاره كما اختار حمزة سيد الشهداء كما اختار عمر بن الخطاب وربي نادي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إذ نكلم عشر المؤمنين إلى قنفون غذيالي باش نستحق نصر الله تقيت مزوره ونستحق أن يغير حالنا إلى أحسن حال كما قال القرآن في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وبعدين الإنس المدغة نسوع العزة أبرد انتقال وكذا قد يتخدم يسل الكاريكاتور ويخدم الإهانة والاستهزاء يلعبوا بنا في هذه الأمور أليس كذلك أخويا ما أدي حتى واحد لكم دينكم ولي دين أليس كذلك ولكن تعالوا إلى كلمة سواء بث محقرث بالاستهزاء بلا كذا ثم أمر آخر نختم به إن شاء الله تعالى أن الله عز وجل يكتب التمكين للأمة وأمتنا أمة مرحومة سوتو النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا باش نتسيسر ونتسيسر يناد في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه يناد النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ما دام ينادك صفنس ذنسا كان رنما ولا قال نعيس وفي الوقت نفسه لابد أن نعمل وقد قال ربنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم اختار ربي هؤلاء الرجال اللي اسمه الرواحل الركائز ثم قرين عثمان بن عفان بكر الصديق عمر بن الخطاب حمزة بن عبد المطلب عبد الزبير بن عوام عبد الرحمن بن عوف الله يبارك هذه الأسماء الخالدة يفنثني ذي النبي صلى الله عليه وسلم يرباثني ثني وغيرهم وقال على سبيل المثال وكل يوم الدرجة ينس كل يوم المستوى ينس وبعدين ربي ناس في صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ولكن هؤلاء المؤمنون رن العزة لله رن العزة للإسلام وإلا ما لا معنى لهم لذلك عمر بن الخطاب الفاروق إن كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والعياذ بالله لذلك العزة في الإسلام ولله العزة ولرسول المؤمنين جماعة الخير والوردة موقع الحمد لله ما استغفر الله جاء ثلويث أرثيميث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.